برضو هيركز على العضلات الخلفية للذراعات اللي أحيانا بتترهل. مثل ما شايفين هيدي مثل ما بقولوا 2-in-1 حركة واحدة، ولكن عم نحرك فيها عضلتين، عضلة الصدر مثل ما شايفين في امتداد لكل العضلة من تحت لفوق، راني عم ترفع الوزن وبس توصل لفوق، عشان أنا ما أتني ظهري لفوق وأأذي ظهري خصوصا إذا كان في وزن، بتني كواعي وأتأكد مزبوط إنه أنا ظهري ما عم بيروح لورا. مثل ما شايفين حركة ممتازة رانيا، عضلات معدتها مشدودة، ركابها شوي صافت يعني منا كثير شادة إجريها. بعد مرة قلتي لي كم الدمبلز؟ كم كيلو؟ هيدي 5 كيلو مش كثير رانيا.